بيكم في حلقه جديده من عمال ايديا. كل سنه وانتم طيبين بمناسبه الاعياد المجيده، والامه العربيه كلها بخير، ولسه مكملين معاكم في الحلقات الجميله اللي هنعمل فيها الوصفات الحلوه، العزايم الجميله، وهنخلي دايما سفرتكم سفره مشرفه. هنعمل مع بعض النهارده الاكواب بتاعه التشيز كيك بالكاكاو، وهنعمل مع بعض الشيش طاووق بالكاري الاحمر. نطلع فاصل ونبدا مع بعض. نبدأ مع بعض بأول وصفة ونقول مع بعض إيه هي المقادير عندنا. هنعمل الأكواب التشيز كيك، هنعملها بالكاكاو، كاكاو دريم. معانا البسكوت، البسكوت المكسرين، وبسكوت شوكولاتة معاه شوية فانيليا. عندنا اللبن، واللبن المكثف المحلى، ومعانا الكريم تشيز، ومعانا هنا بودرة الكريم شانتيه، وصوص الشوكولاتة والتزيين طبعا معاه بالتوت. اول حاجه هنعملها مع بعض هتكون ايه، ان انا هحط المكونات كده مع بعض علشان نعجنها ونخلطها وتطلع معانا حلوه جدا. اهو نعمل كده التشيز كيك، والكوبايات دي بتطلع حلوه جدا جدا جدا، وايه لما نعملها كمان بالشوكولاته. طبعا مين ما بيحبش الشوكولاته، وفي الاعياد كله بيستنى الشوكولاته، ونزينها بقى بالحاجات الاحمر والوان الكريسماس الجميله. اهو هنحط هنا كده، تمام، ونحط اللبن هنا، تمام، ونعمل بقى الاكواب بتاعتنا، نعملها من طبقتين. يلا كده احنا حطينا كل المكونات البيضة اهو، وهنبدا ان انا اعجنهم مع بعض. نزود شويه، تتعجن كويس. وتعالوا نفتح هنا معانا الكاكاو البودرة بتاع دريم. طعمه هيطلع حلو جدا معانا، ونعمل طبقتين حلوين جدا. وبرضو الميزة تاني نقول مع بعض ان احنا نعرف نقفله ونرجعه تاني في العلبة بتاعته، فهيبقى سهل علينا في الاستخدام. اهو كده عندنا بقى تمام، حلو جدا. يلا نسيبها كده. نبدا بقى اول حاجه معانا هنا هنعملها اهو، هتكون هحط شويه من الشوكولاته او من البسكوت، بسكوت الشوكولاته بالفانيليا اللي احنا مكسرينه. احنا مش هنهرسه خالص، مش هنخليه بودره، لا، عايزينه يبقى مكعبات معانا عشان نحس بيه برضو كده في الاكواب بتاعتنا. اهو كده هيتحط، وبعد كده يلا هنحط معانا كده شويه من الصوص الجميل المعمول الابيض اهو. ايوه تعالوا هنا ننزل شويه. كده نضيف بقى الكاكاو ونخلط علشان نديله برضو طعم الشوكولاتة واللون بتاع الشوكولاتة الجميل. اهو الكاكاو بيدينا طعم حلو جدا، ليه استخدامات كتير جدا، واحنا دايما نحب في التجديد والتغيير، وان احنا برضو نبقى نعمل الحاجات نقدمها، ممكن نقدمها في كوبايات، ممكن تقدموها على حاجه كبيره واحده لو عزومه كبيره وما عندناش طبعا كوبايات تكفي، فنجيب بوله كبيره ونحط فيها المقادير. يلا تعالوا بقى كده بصوا
وليه كذا طريقه وكذا ايه شكله وكذا تزيين، فاحنا النهارده يعني النهارده مع بعض نوريكم كذا طريقه ليه. اهو كده انا عملت الكميه دي، ايه كميه بسيطه. تمام، عايزين ايه؟ ايوه، ممكن بقى نديها كذا حاجه او كذا طريقه للتقديم. يعني ممكن هنا احط معاه دلوقتي ايه السكاكين هنا، يلا احط معاه الفراوله، شايفين ازاي كده انا عاملاها ايه ما تبقاش مليانه قوي، ونعمل معاها الايه الفراوله، ونحط برضو اهو تطلع حلوه جدا جدا في التزيين وايه في الكوبايات بتاعتنا، تديها شكل حلو. ونحط بقى معاها الصوص بتاع الشوكولاته، نزود هنا الصوص شويه، ممكن بقى نحط الصوص ممكن ما نحطش ايه على حسب طبعا احنا حابين ايه وعايزين ايه. اهو كده شايفين بقى ايه، نبدا نملاها بيت شوكولاته، ده اللي محبين الشوكولاته زي ما احنا شايفين كده. اهو ادي كده نوع من الانواع، النوع التاني هيكون زي ما احنا عاملين بالظبط، بس ايه اهو بصوا عاملاهم جاهزين كده، ايه شكل تاني برضو. تمام اهو، ونزين بقى بايه بالاشكال اللي عندنا، اللي حابب يحط التوت هنا ممكن نحط التوت على الوش. تمام اهو، نعمل اتنين كده بالتوت، ونعمل ايه واحدة نحط عليها الكيوي، نبقى عندنا برضو تغيير وايه تجديد في الحاجة بتاعتنا. اهو تتحط كده اهو، وكده احنا ايه عندنا كذا تقديمة لايه لطبق واحد. فممكن ان احنا دايما نبقى بنغير، مش لازم ايه دايما اعمل الحاجه اللي انا عاملاها كده خالص، لا ممكن كل مره نعملها بطريقه جديده، كل مره نعملها بفكره جديده وشكل جديد، وايه تطلع معانا كل حاجه. بصوا كل واحده ليها شكل وليها منظر مختلف تماما عن ايه التاني اللي معاه. تعالوا بقى نجيب الوصفه الثانيه، نطلع فاصل مع بعض ونيجي بالوصفه الثانيه. ورجعنا لكم بعد الفاصل مع الوصفة التانية، وهي هنعمل الفراخ، هنعملها بالكاري الأحمر. تعالوا نقول مع بعض المقادير. عندنا الفراخ مقطعينها مكعبات فراخ مخلية، عندنا اللبن، عندنا الكاري الأحمر العجين، عندنا البصل وبصوا مقطعينه بالطريقة دي أوكي، عندنا هنا الفلفل متقطع زي البصل، عندنا الكوسة، الليمون والثوم. أول حاجة هعملها هجيب شوية زيت كده ونحطه، يلا علشان ايه اشوح الفراخ بتاعتنا. اهو هنحط الثوم. طبعا الاكله دي من الاكلات الحلوه جدا، بس احنا بنبقى حابين دايما نبهرها اكتر ونعملها ايه بطريقه لذيذه يعني كده في البهار بتاعها اوكي. وهحط بس طبعا الكاري الاحمر سبايسي قوي، فاحنا هنحط على قد ما احنا ايه ما احنا نقدر نستحمل، عشان كده دايما بنكسره باللبن اوكي. اهو بس بيطلع طعمه حلو جدا جدا جدا، وايه بيدينا نكهه في الاكل ما حصلتش. تعالوا بقى نحط معانا الفراخ
اهو. الكاري الاحمر من الاكلات الحلوه جدا اللي بيستخدم في جميع اللحوم معانا، يعني ممكن نستخدمه في السمك، ممكن نستخدمه في اللحوم والمشويات، وكمان ممكن نستخدمه مع الفراخ. فده بيدينا ان انا لما اجيب العبوه بتاعته ان انا ممكن استخدمه في كذا حاجه، مش بس ايه هبقى محصوره في وصفه واحده، لا بالعكس احنا مش هيحصرنا ابدا في الوصفه دي، لا الاطار ده هنخرج بره ونجدد في الاكل بتاعنا. وده اللي انا دايما عايزه ان احنا سفرتنا تبقى سفره مليانه بالحاجات التجديد الحلوه، ويعني ايه ننوع الحاجه كلها. وطبعا زي ما اتفقنا كلها تبقى عمايل ايديكوا الحلوه اهو. اه الريحه تخليكوا كده ريقنا يجري، وايه ولازم تجربوها يا جماعه لان ريحتها دلوقتي روعه قدامي مش قادره. تعالوا كده يلا، البيت كله هيحبه، بس يعني ايه احنا طبعا علشان الكاري بيبقى حراق شويه فاحنا لازم نبقى واخدين بالنا. تمام بالنسبه للاولاد اهو، نعلي بقى النار لان انا كنت موطيه شويه، بس ايه تغيير تجديد عن الاكل اللي احنا بنعمله. دايما بنجيب الفراخ مثلا ومش عارفين نعملها بايه كتجديد كحاجه جميله، فاحنا ايه دي قلنا نظبط فيها. وتعالوا نحط بقى الكوسة عشان تستوي برضو معانا اهو، اكله فيها عناصر غذائيه كمان كتير قوي اهو. ممكن كمان كل ده يتعمل على الشوايه، وكنا نخلط التتبيله بالكاري فايه اهو كده. فعندنا كذا طريقه للعمايل، وكل الطرق حلوه وكل الطرق سهله جدا، كلها هتحسوا ان هي ما بتاخدش كمان وقت خالص معانا. فطبعا اللي بيشتغلوا الامهات اللي ما عندناش وقت، دي حاجه كلنا عارفينها، فدي حاجه من الحاجات اللي هتسهل علينا جدا الوقت ان انا ايه اقدر اعمل الوصفه بتاعتي تبقى سهله. يا دوب هبقى بس مجهزه الفراخ متقطعه مكعبات ونظيفه جاهزه، وكل حاجه تتقطع في ثانيه على طول وتتعمل، مش هتاخد وقت مننا خالص اهو. ريحة الثوم مع الكاري طالعة حلوة حلوة جدا كده، وشكلها حتى كمان يشرح النفس كده وإيه ويأكل. وتعالوا بقى إيه نعصر الليمون عليها، نحاول على قد ما نقدر نشيل البذر أهو. أهو حلو جدا جدا جدا. وبرضو الاولاد بيتعلموا جامد جدا في الفتره دي، فاحنا عايزين نعلم اولادنا بما اننا حطينا برضو الليمون. الليمون في الاكل بيبقى من الحاجات الكويسه جدا جدا جدا، فعشان صحه اولادنا عايزين دايما نستخدم الحاجات الكويسه اللي هي ايه تفيدهم وتزود المناعه عندهم. دايما الصبح ممكن نديهم عسل على ليمون، او نديهم عسل بشويه ميه دافيه قبل ما ينزلوا للمدارس الحضانات، علشان المناعه تزيد معانا. فدي بتبقى ايه بتبقى كويسه جدا. وبرده الميه لما نعصر عليها الليمون، وبصوا الاولاد والاطفال الحاجه بتعلم معاهم. يعني ليلى بنتي كنا لسه بنتكلم انا وهي عن الليمون، ولقيتها بتقول لي اه عشان انا جدتي بتعمل دايما ازازه الميه وتعصر عليها نص الليمونه وتشربها، لان دي حاجه من الحاجات الصحيه الكويسه جدا اللي الدكاتره دايما بينصحوا بيها. فلقيتها بتقول لي زي نونا يا مامي بتحط الليمون في الميه، انا عايزه ليمون في الميه. فاحنا لما احنا نشربهم الحاجه الكويسه، نشربهم عاداتنا احنا الحلوه، دي هتفرق جدا معاهم. هننزل بقى ايه اللبن اهو، وكده ايه الوصفه قربت على السوا معانا، وتطلع حلوه جدا جدا جدا، مشويه وجميله وسبايسي وحلوه كده
اكله حرشه وفي نفس الوقت شكلها حاجه يعني خواجاتي خالص اهي، حاجه افرنجي جميله اهو. يلا بينا، سفره ملونه بالوان الكريسماس الجميل اهو، حلوه جدا جدا. وصفه سهله سريعه مش بتاخد مننا اي وقت خالص، يا دوب وقت الشوي والسوى بس. والشوي زي ما اتفقنا من الحاجات الحلوه جدا اللي احنا بنحبها دايما مع الخضروات، وانتوا برضو ابدعوا بقى بالخضروات اللي عندكم كلها. تعالوا بقى ايه نشوف طبق التقديم بتاعنا. يلا، وعندنا كده الشيش طاووق اللي عاملينه بالكاري الاحمر والايه واللبن اهو، لبن الجوز هند مع الكاري الاحمر بيطلع حلو جدا جدا جدا. تمام كده اهو، تقدم بقى بالصوص. حطوا جنبه طبعا طبعا سلطانيه الزبادي، اوعوا تنسوها، سلطانيه زبادي حلوه كده محترمه، علشان هو هيبقى سبايسي. فانا ايه بقول لكم من دلوقتي تبقوا عارفين سلطانيه الزبادي تتحط جنبه، وايه لو حابين تعملوا الرز البسمتي الابيض، حابين العيش النان او العيش الشامي بقى حطوه معاه. يلا بينا كده، ايه احنا عملنا الوصفه معانا اهو، كده احنا عملنا مع بعض وصفتين حلوين جدا جدا جدا. اول وصفه معانا كانت اكواب التشيز كيك، عملناها بالكاكاو، كاكاو دريم. وتاني وصفه معانا كانت الشيش طاووق، عملناه بالبهارات وعملناه طبعا بالكاري الاحمر مع اللبن والخضروات، لبن جوز الهند والخضروات. اتمنى يكونوا وصفات حلوه، سفرتكم دايما هتبقى جميله في المناسبات والاعياد، وكل سنه وانتم طيبين، واستنوني في حلقه جديده من عمايل ايديا. Thank you.